السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. فقرة ديال التاريخ اليوم غادي نهضروا على تاريخ المسيرة الخضراء. الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو اول مرة، ما تنساش دير اشتراك على القناة باش يوصلوك جديد فيديوهات ديالنا على مدار الساعة. كنلوحوا فيديوهات يوميا بشكل دوري على مدار الساعة. اليوم يعني كيصادف تاريخ ديال المسيرة الخضراء المضفرة، غادي نهضروا شوية على التاريخ ديال المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء هي مصطلح يطلق على مظاهرة سلمية جماهيرية التي نظمها ملك المغرب في عام 1975 ميلادية، وذلك احتجازا على الاحتلال الإسباني لأقاليمنا الجنوبية والتي تمثل الصحراء المغربية. اشترك في المسيرة الخضراء حشد عظيم يقدر بحوالي 350 ألف مغربي ومغربية، وبلغ عدد النساء 10%. تقول المرأة المغربية ديما فور من عدد المشاركين، وتحركت هذه الأعداد الهائلة بانتظام مميز وتنظيم مميز من مدينة طرفاية باتجاه الصحراء المغربية. نهضروا شوية على بداية المسيرة الخضراء. بعد 75 عام من احتلال إسباني الأراضي المغربية في عام 1975 ميلادية، تدهورت الأوضاع في صحراء المغرب كثيرا، فقد صدر قرار من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الأراضي لصالح إسبانيا. وعلى إثر هذا القرار التقى أحمد عثمان وزير المغربي مع خوان كارلوس وارياس وارياس نافارو، ولم يخرج المغربيون من هذا اللقاء بأي نتيجة. فأرسل الملك الحسن الثاني فأرسل الملك الراحل الحسن الثاني أحد وزرائه مع عضو من ديوانه إلى الجزائر، صرتوا للجزائر، لالتقاء برئيس الجزائري آنذاك الهواري بومدين على أمل اقتناعه بقضية الصحراء ومساندته. ولكن في ذلك الوقت كان موقف الإسبانيين صارما وواضحا، وكانوا عازمين على التمسك بصحراء المغرب يعني الصحراء وأجزاء من موريتانيا، ولو اقتضى الأمر مواجهة المسلحة. وكان وقتها 35 ألف جندي إسباني يقفون على حدود فاصلة بين المغرب والصحراء. نضرب شوية على الله أكبر نضرب شوية على التنظيم ومراحل المسيرة. قرر الملك الراحل الحسن الثاني تنظيم مسيرة سلمية ضخمة للضغط على الطرف الإسباني وإجباره على الانسحاب من الأراضي المغربية، وفتحت المكاتب وأقاليم عديدة لاستقبال طلبات المتطوعين للمشاركة في المسيرة. تبارك الله، المغاربة ديما يعني على الأرض ديالنا نموتوا عليها. وتم مسبقا تحديد كوتا نسائية مقدارها 10% من المتطوعين، وكوتا متعلقة بكل إقليم ومتناسبة مع عدد سكانه. انطلقت أول مجموعات المتطوعين في تاريخ 22 تشرين الأول من مدينة الرشيدية، وعلى امتداد 12 يوما التالية عملت 10 قطارات يوميا ودون انقطاع على نقل المتطوعين إلى مراكش، ثم إلى أكادير، ثم إلى ضواحي طرفاية. مزيان. في 25 في 5 تشرين التالي من عام 1975 ألقى الحسن الثاني خطابه لشعبه يدعوهم فيه للانطلاق مسيرة صبيحة اليوم التالي، وقال في خطاب كلماته الشهيرة: غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. هذه انا ما كنتش باقي ديك الساعه، باقي ما زاديتش، واني ما نكذبش عليكم، اون فوا كنشوف هذا الفيديو وهذا الخطاب غير في اليوتيوب كتشدي التبوريشه، والله كتشدي التبوريشه، يعني خطاب من القلب الى القلب. رحم الله الملك الراحل. أعلن الملك حسن الثاني في 9 من تشرين الثاني أن المسيرة حققت أهدافها المرجوة، وأعطى المشاركين إشارة انتهاء المسيرة بنجاح. في 14 من تشرين الثاني عام 1975 ميلادية وقعت كل من المغرب وموريتانيا وإسبانيا اتفاقية تفيد باسترجاع المغرب، وركز استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ورغم تشكيك الكثيرين بنجاح هذه المسيرة، إلا أنها بالفعل حققت مرادها ودفعت الجيش الإسباني للانسحاب بطريقة مسالمة ودون إراقة دماء. والمغرب والمغرب ترطو والمغرب ترطو والمغرب تلقاو في دخول إن شاء الله. تهلاو.